لو حسبنا الفتره الفعليه لاستعداد النادي الاهلي يا ساره هنتكلم في اسبوع. صحيح انه التاجيل 3 اسابيع يعني من 6 رحنا ل 27 يعني 21 يوم، لكن الفتره الفعليه اللي هياخدها النادي الاهلي استعداد لا تتجاوز 7 ايام. اه طبعا القوام الرئيسي اللعيبه موجود وهيتدرب، ويمكن كنت بتكلم مع احمد فوزي امبارح كابتن احمد فوزي في السادسه وقال انه من وجهه نظره انه الجهاز الفني ياخد باللعيبه اللي موجوده دلوقتي معاه ماتش او اثنين ماتشات يعني تجريبيه بحيث انه يرجع اللعيبه لفورمه ولياقه المباريات مره ثانيه، وده الاوقع انه يتم الاتفاق عليه يوم السبت. طبعا كله يخضع لرؤيه موسيماني في النهايه، لكن تكتمل تشكيله النادي الاهلي يرجع المصابين بشكل كامل، الشحات يدخل ان شاء الله فورمه، يرجع الدوليين. احنا ماتش المنتخب الثاني 17 نوفمبر في لومي في توجو، يعني ان شاء الله اللعيبه ترجع 18، يعني اعتقد يبتدوا التدريبات من 19. فنحسب ان الاهلي بتشكيلته الكامله جاهز لبدايه مرحله الاستعداد يوم 19، واعتقد انه من 19 ل 27 اعتقد انه برضو الاهلي ممكن يحتاج مباراه وديه يجرب فيها نفسه ويجرب فيها طريقه اللعب ان شاء الله لمباراه النهائي. وبمناسبه النهائي النهارده هنتابع ونتفرج طبعا النهارده قبل اللجنه الثانيه بقى او مباراه العوده في من لقاء الرجا والزمالك، والمنافس طبعا اللي هيلعبنا في النهائي يحسم تاهله النهارده، سواء الزمالك بتاكيد فوزه على الرجا او لا قدر الله لو الرجا عملها مع الزمالك وقدر يعمل ريمونتادا، وده اللي ما نتمناهوش. احنا نتمنى في النهايه بكل صراحه وبكل امانه يعني انه الزمالك فريق مصري، وانا يهمني في الوقت ده ولاد بلدي، ما فيش شك انه الزمالك النهارده بيلعب باسم مصر، واتمنى ان شاء الله انه يتاهل للمباراه النهائيه. ايه قلتش حاجه؟ عندك شك في الكلام اللي انا بقوله؟ ما قلتش حاجه طبعا. لا يعني طبعا لا، اتمنى. بصي في ناس بتحسبها كوره تقول لك انا يعني الزمالك ولاد بلدي، بس انا عايز الرجا يوصل، لانه في ظني انه المباراه النهائيه من نسبه 50% الارض مصلحه لينا بالظبط كده. في ناس شايفه انه لو لعبنا الرجا في المباراه النهائيه فرصنا هتبقى اعلى، بس انا شايف انه الاهلي جاهز للاثنين، يعني ان شاء الله سواء الرجا او الزمالك الاهلي جاهز، وان شاء الله الاهلي قادر على حسم البطوله ايا كان اسم المنافس. ومع ذلك نتمنى التوفيق لنادي الزمالك المصري النهارده في مواجهته للرجا.